الناس خارج على عمليه انتخابيه النهارده، انت حضرتك شايفها ازاي؟ انا بقول لك الاداره والتنظيم ما يخلص. انا اعتقد ان الانتخابات اللي فاتت كان فيها تنظيم احسن من كده. تقدر تعرف عمليه خلاص بقى صح؟ احنا اتبهدلنا النهارده بصراحه، اتبهدلنا. في سوء تنظيم حضرتك شايفه ولا لا؟ ما فيش نظام خالص. احنا دوائر كتيره، المفروض كل دايره ليها حد بيستقبل الورقه وموظف بيستقبل الورق، لكن ما فيش، كله على بعضه. تعبنا احنا من 6 الصبح يعني، فما فيش تنظيم خالص. حضرتك مترجع عن دايره ايه؟ ان شاء الله الدايره الثامنه قاره جديده بدر الشروق. ايه اللي حضرتك المفروض هتقدم لهم جديد؟ هتقدم ايه للدايره الجديده؟ احنا شباب بنحلم بالتغيير، بس ربنا يسهل بس ونحقق الحل ده ان شاء الله، نغير شويه من اللي احنا بنشوفه ده. تمام، محتاجين نغير ان شاء الله. شكرا.